المحطة التالتة حضرتك في 10 حاجات مهمين جدا لازم تكون عارفها. انت هتعرفهم عشان هتحطهم في دماغك وهيبقوا دايما حافز ليك ان انت تشتغل بشكل كويس، يبقى عندك دايما امل في المستقبل ان هو دايما مشرق، بس كل واحد فينا يعمل اللي عليه. اول حاجة حضرتك، على فكرة البحث العلمي ده هما الناس فعلا حطوه في ورقة وقلم، بس حضرتك كنت بتعمله من زمان بس انت مش كنتش فاكر، بس او انت بطلت تعمله لما بقيت بايظ، بقى فيه مصالح وحاجات من دي، او بقى فيه يعني غرائز عندك فبطلت تعمله. بس يعني اقدر اقول لك ان حضرتك من وانت صغير بتستخدم البحث العلمي. ايه بقى اللي انت بتستخدمه؟ طيب طب خلاص يا جماعه ماشي. طيب حضرتك بتستخدمه من وانت صغير، يعني اكيد يعني حكوا لك ان انت عملت ساينتفك ميثود وانت صغير. حضرتك بدات تعمل اوبزرفيشن حاجه كده على الارض، وبعدين عملت افتراضيه، ايه الموضوع ده؟ موضوع والله احتمال يبقى طعمه كويس. الله طب ما اجربه، طب ما اعمل اكسبيرمنت ماشي. وبعدين ابتدت تظهر على وشك علامات الضيق، فواضح ان انت عملت اناليسيس للديتا جوه المعده وما عجبكش طعمها. وبعدين حضرتك ريبورت الفايندنج على شكل صراخ، الريبورتنج ممكن يبقى على شكل كتابه، ممكن على شكل فيربال يعني. وبعدين حضرتك طبعا بما انك يعني كنت مؤذي شويه وانت صغير، فقررت ان احنا طب نريبروديوس بقى الريزلت، خلاص بقى نجرب في حد تاني وهكذا. فيعني ايه اللي ما عداش بالمراحل دي فممكن يرجع للوالد والوالده يسالهم اذا كان طبقها ولا لا. تمام. الحاجه الثانيه ان ساينتفك ميثود دي حاجه مهمه جدا، 101 لازم تعرفوها. ولازم يعني ايه العدد اللي حضر ده ضعف ويحضر المحاضرات اللي هي اللي جايه، لان هتكلم بالتفصيل عن الساينتفك ميثود، لكن دي بس سلايد عشان لو عايز ترجع لها يعني قبل المحاضره الثانيه ما تحصل. كل المجالات تقريبا بتستخدمها، بتبدا بكويشن وبعدين كونسبت، وبتدور على الناس عملت ايه عشان تجاوب على السؤال ده قبل كده، وتبتدي تعمل بقى افتراضيات وتوقعات وتجرب في المعمل، وفي الاخر تقول اه التجربه كده نتائجها الموضوع في الاتجاه الفلاني او في الاتجاه الفلاني، وتبتدي لو ينفع تعمل جنراليزيشن او كونكلوجن معين ان انت تعمله. ثالث معلومه مهمه لازم تعرفها، الساينتفك ريسيرش او ساينتفك ميثود هي مهاره، وطالما قلنا اي حد ما يقول لك كلمه مهاره معناها ان حاجه تقدر تتعلمها. مفيش حد احسن منك يعني عنده مثلا حته في المخ زياده هيعرف يتعلمها وانت لا. ده دافع مهم جدا ولازم تعرفه. وفي محاضرة اعتقد مهمة جدا ممكن ترجع لها بتتكلم عن ازاي تحتفظ يعني تنهرت سكيل او تحصل على مهارة معينة، كان عملها دكتور محمد زهران، هو برضه هيحاضر في البابليكيشنز، يا ريت ترجعوا لها على اليوتيوب شانل يعني. طيب فبما ان هي سكيل، حضرتك مش لازم تبقى سوبر جينيوس زي ما احنا قلنا عشان تبقى جود ريسيرش، لكن لازم يبقى عندك دايما الدافع والفضول ان انت تتعلم وتطبق وهكذا. انسى اللي حواليك بيعملوا ايه، احنا زي ما قلنا يعني لما تشوف الكوتس بتاع الناس في الحضارات المختلفه هتحس ان الراجل ده كان بيحارب لوحده، فليه لا؟ ما تفضل حضرتك حارب لوحدك، محدش قال لك تقلد الناس اللي حواليك. رابع حاجه ان المنافسه شرسه جدا، وبالذات في الوقت اللي احنا فيه، مش عايز اقول بالذات في الوقت اللي احنا فيه لان هي دايما منافسه شرسه يعني. ودي على فكره من الحاجات الكويسه مش من الحاجات الوحشه. حضرتك ابدا دلوقتي، حضرتك في يعني يا رب تكون في ابتدائي، ابدا على الليفل بتاع ابتدائي، استخدم الطريقه العلميه في التفكير وهكذا. برضو انت في اندر جراد ده مش وقت متاخر ولا وقت بدري انك تبدا فيه، حضرتك اندر جراد لو سمحت في الصيف بارت تايم كده وانت بتشتغل في الكليه حاول تشتغل في بروجكت فيه بحث. تمام. في حد يا جماعه عنده مشكله في الصوت؟ اعتبر انك سيرش انجن كده زي بتاع جوجل، لكن انت من النوع الفيوتشرستك، نوع مستقبلي، هم بيحاولوا يوصلوا له بس حضرتك المفروض تبقى وصلت له يعني. يعني ايه فيوتشرستك سيرش انجن؟ يعني حد بيحاول يوصل في الاخر للحكمه اللي هي في الاخر الجول الرئيسي من الريسيرش اللي انت بتعمله. ده المثلث ده بيعبر عن ريسيرش بيحصل في السيرش انجنز بتاعت جوجل مثلا او بتاعت ياو، هو ده اللي هم عايزين يوصلوا له. بس لو خدت بالك من الهرم ده هو نفس اللي انت بتمر بيه،
حضرتك بيبقى عندك ديتا كده في الاول كتير جدا، وكل ما بتطلع في الهرم فهمك للديتا دي بيكتر، والكونتكست بتاعك ان انت او السياق اللي انت مجمع فيه المعلومات دي بيبدا يضيق ويتحدد في حته معينه. فانت بتبدا بشويه ديتا كده متنطوره، وبعدين في الفهم لما بتفهمها شويه تبدأ تحولها للانفورميشن، الانفورميشن دي بتتفاعل بيها وبتتفاعل معاها، بتبتدي حولها لمعرفه، بتبتدي بقى من المعرفه دي تكون اجزاء، وفي الاخر خالص بتجمع الاجزاء دي على بعض وتوصل للكونكلوجن اللي هو الويزدم كونكلوجن، الويزدم او الحكمه يعني، اللي هو في الاخر الاوتكم بتاعك بيبقى الحاجه المبتكره او الحاجه المبدعه اللي انت بدات بيها. فانت بتبدا من اول التجربه او الخبره لحد ما بتوصل للنوفلتي او الحاجه المستقبليه اللي انت عايز توصل لها. سادس حاجه المفروض معلومه تعرفها، ان النجاح في البحث العلمي وفي الحياه عموما يعني مرتبط بثلاث حاجات رئيسيه لازم تحطهم في بالك. اول حاجه الابداع، قد ايه انت مبدع، ولو مش عارف تبقى مبدع ازاي حاول تتعلم السكيل كمبدع. تاني حاجة انك انت تبقى عندك استعداد تتعامل مع الناس كلها بغض النظر عن انتماءاتهم او جنسياتهم او اي حاجة من الحاجات دي كلها، وان يبقى عندك اخلاقيات معينة بتتعامل بيها مع الناس. التلات حاجات دول مع بعض هتقدر من خلالها تبقى شخص ناجح في الحياة اولا، وشخص ناجح يعني اللي عايزين نركز عليه هنا الانوفيشن ده الحاجة اللي بتربط بقى ما بين الريسيرش وطريقة تطبيقه واستخدام الناس ليه من خلال رواد الاعمال. فالانوفيشن صفة مهمة جدا لازم تبقى عارف ان هي ركيزة من ركائز النجاح في الحياة وفي البحث العلمي تحديدا. طيب سبعة، المعلومة السبعة اللي حضرتك لازم تعرفها، ان مصر زي ما قلت لك وبعض الدول العربية موجودين على خريطة البحث العلمي، لكن احنا يمكن محتاجين نوع من التوجيه ونوع من التوحد حوالين هدف معين عشان نبدأ نتقدم في الخريطة دي شوية. فأنا دلوقتي هوريكم مثلا الخريطة بتاعة 2011. الخريطة دي في 2011 مصر اهي في منطقة الميدل ايست وافريقيا موجودة. البارز دي بتحدد انهي دولة المعدل بتاعها زاد من السنة اللي فاتت للسنة دي، فهنا من 2010 ل 2011 ايران هي من اكثر الدول، وبعدين الصين، وبعد كده اسبانيا والهند وكوريا الشمالية، كوريا الجنوبية بس. طيب الوضع اتغير شوية في 2012، تمام؟ ابتدينا نشوف الخريطة دي. الخريطة دي برضو مصر موجودة فيها، وده معناه ان في ريسورس وفي ناس عندها استعداد ان هي تشتغل كتير. بدأت تظهر دولة جديدة زي السعودية، وده يعني حاجة ممتازة جدا، لدرجة ان السعودية لما نيجي نشوف الزيادة من 2011 ل 2012 هنلاقيها واخدة أكتر دولة في العالم. في حاجة مهمة في الخريطة دي اللي هو المربع الأزرق الفاتح ده، دي الحاجات اللي هي الهاي امباكت بيبرز، اللي هي بيبقى عليها سيتيشنز كتير وفعلا بتساهم ان الناس تستخدمها وتبني عليها. فهنا مثلا مصر يعني ما عندهاش تقريبا خالص، ودي حاجة احنا محتاجين برضه نحلها، لكن بشكل عام من 2012 ل 2011 في نسبة ضئيلة جدا من الزيادة، فما فيش نسبة من النقص يعني. طيب السؤال هنا بقى في برضه في الهوم ورك نفسه، حضرتك هتشوف الخريطة بتاعت 2011 و 2012 وهتحاول تذكر كده بشكل بسيط ايه اللي انت متخيله السبب في الزيادة الضئيلة دي. تمام؟ طيب تامن حاجة المفروض حضرتك تعملها أو تعرفها قصدي، يعني أنت لازم تعرف إن إحنا يعني في مصر أو في المنطقة العربية بشكل عام في كمية ريسورسز وكابابيلتيز كويسة جدا، محتاج بس إن أنت تعرفها. يعني للأسف ممكن يكون الإعلام في مشكلة في الموضوع ده، أو أنا مش عارف المشكلة فيه بالظبط، لكن في ريسورسز. تمام؟ من الريسورسز دي ان مصر من الدول اللي من يعني دوله رئيسيه جدا في موضوع التعاون في الميدل ايست والافريقيا الشماليه. مصر في الابحاث بتاعتها بتتعاون مع ناس كتير، هي من التوب 20 نيشنز اللي بيعملوا كولابوريشن مع نيشنز اخرى،
اكتر الدول اللي بتتعامل مع مصر في الابحاث او البيبرز هي مثلا امريكا، بعد كده السعوديه، بعد كده المانيا وهكذا. في تقرير مهم جدا عاملاه الرويال سوسايتي بيتكلم على الساينس اند انوفيشن ان ايجيبت، لو عايز ترجع ليه في كميه ريسورسز جميله جدا. هو بالانجليزي بس احنا ممكن يعني ان شاء الله نحاول نترجمه وننشره للجميع يعني. طيب الحاجه الثانيه ان مجال الانفورميشن والكوميونيكيشن تكنولوجي يعني مصر بتزيد فيه بشكل كبير جدا عن بقيه دول العالم. واعتقد ده سببه، او يعني الريبورت كمان يعتقد ان ده سببه، ان في خريجين كتير يعني عندهم جنون تكنولوجي او عشق للتكنولوجيا فبيشتغلوا فيها ويحاولوا يبنوا منها شركات ستارت اب وهكذا يعني. حاجه تانية في الريسورسز مثلا ان في مجال زي الرياضيات مصر بتتعدى المعدل العالمي في عدد السيتيشن او الامباكت بتاع البيبرز اللي بتطلع في الرياضيات بشكل عام على مستوى العالم، فدي حاجة كويسة برضو. المجالات اللي هي الرياضيات النظرية يعني أو التطبيقية فيها شغل كويس جدا معمول في مصر. في مصر برضو ناتشورال ريسورسز كتير، عندنا رياح وعندنا شمس، يعني الأوروبيين والأمريكان بيحسدونا عليهم والله، لو تم استغلالهم هيحصل يعني طفرة كويسة جدا في موضوع الطاقة. تاسع حاجه بقى ان احنا يعني كأمة بشكل عام أمة شابه، او عندنا كميه شباب رهيبه يعني، فدي حاجه علامه كويسه جدا مقارنه بدول كتير. يعني مصر الهيومن كابيتال 55% تقريبا تحت سن 25 سنه، فده مصدر قوه كبير جدا لو تم استغلاله. لكن حتى لو ما تمش استغلاله حضرتك حاول تستغله لو انت يعني في السن ده او تحت ال 30 ولا 40 سنه يعني. كل اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي في المعلومات اللي فاتت ده علامه ان احنا قدامنا مستقبل يعني اخضر ومشرق كبير جدا، لكن محتاجين ان احنا نفعله على المستوى الفردي قبل ما نتكلم عن المجتمع. دوره ايه؟ المجتمع دوره كبير، لكن لازم انت كدورك كفرد لازم تبقى عارفه كويس. يعني اخيرا في النقطه دي تحديدا، احنا كل اللي محتاجينه كشباب هو تايم وكوميتمنت، محتاجين نوفر الوقت ونلتزم بيه ان احنا فعلا نقدر نغير من نفسنا ونتعلم الحاجات اللي تقدر تفيدنا اللي احنا عايزين نحققه، سواء لينا على المستوى الشخصي او على مستوى المجتمع والدولي ككل. عاشر حاجة حضرتك لازم تعملها أو تؤمن بيها كباحث أو كبني آدم بشكل عام، إن كل عقل يفرق، every mind makes a difference، وده طبعًا أحد ده الشعار الرئيسي بتاع مؤسسة علامة مصر. لكن مثلًا هقتبس أحد البوست اللي كانت موجودة، إن الشعار ده مهم لأن كل واحد فرد في المجتمع بغض النظر عن سنه أو جنسه أو جنسيته حتى أو لونه أو ديانته او من سواء من ذوي الاحتياجات الخاصه او حالته الاجتماعيه او الماديه اللي هي الفئات طبعا اللي هي فيها تهميش كبير للاسف، كل ده ممكن يفرق في بناء الحضاره او الوطن اللي انت بتحلم بيه. لو احنا كلنا مؤمنين احنا عايزين نخلي مثلا دوله زي مصر مركز صناعي مهم على المستوى العالمي، لازم كلنا نبقى متفقين ان احنا كلنا كل واحد فينا هيفرق في الموضوع ده، كل واحد اللي عليه دور لازم. طيب العاطفه بتاعتك وتبدا تبني الخطه بتاعتك حواليها، ولو مش عارف الباشن بتاعتك فين جرب وتعلم واحد واثنين وثلاثه لغايه ما تعرف انت ايه اللي فعلا حبه وايه اللي تقدر يعني تساهم بيه في التقدم البشريه بشكل عام.